أخبار نارية في الكورة المصرية والكورة العالمية كمان يا برنس. ولكن في البداية ما تنساش اللايك بتاعك، لو انت مش متابعنا ابدأ تابعنا يا برنس. فرج عامر رئيس سموحة يا برنس بيتهيالي النت عنده كتير يا برنس، ويرفع لك البوست ده النهاردة ويقلب الدنيا كلها في مصر ويقول لك بن شرقي خلاص في الأهلي. ايه يا عم فرج عامر، ايه يا عم فرج عامر مالك؟ فرج عامر مره يقول لك ماتش مصر والسنغال هيتعاد، والنهارده يقول لك بن شرقي في الاهلي. يا رب يطلع توقعاتك صح ويطلع الخبر ده صح، وانا حاسس ان هو صح، ان بن شرقي بيقرب بشكل كبير جدا يا برنس من النادي الاهلي. ولكن اقطعوا النت عن فرج عامر. النادي الاهلي يبعت خطاب شديد اللهجه للكاف يا برنس، بسبب ان الاهلي عرف ان الكاف هيعاقب عمرو السوليه، بسبب ان عمرو السوليه رمى الميداليه في نهائي افريقيا تفتكر كده، فالكاف عاوز يعاقب عمرو السوليه. جرايا كاف، جرايا اتحاد افريقي مالك؟ يعني انت مش كفايه اديت للوداد البطوله كمان عاوز تعاقبه لنا؟ هي تلاكيك ولا ايه يا عم يا كاف؟ ولكن الاهلي يبعت خطاب شديد اللهجه يا برنس، احنا بعد كده مش هنسكت، هنديهم على وشهم. ومدير التعليمات في سيمبا التنزاني بيقول لك احنا فتحنا خط ما بيننا وما بين النادي الاهلي عشان نجيب ميكيسوني على سبيل الاعاره، خدوه ان شاء الله بيعه وان شاء الله ببلاش، احنا عوضنا على الله في الفلوس اللي دفعناه فيه. واستقبال جماهيري كبير جدا جدا يا برنس لمحمد صلاح في تايلاند. خلاص يا برنس محمد صلاح سافر مع ليفربول عشان يقضي فتره الاعداد هناك في تايلاند. شد حيلك ابو صلاح، عاوزينك تبقى هداف الدوري الانجليزي السنه دي كمان. وباريس مش ناوي يجيبها البر يا برنس، بيقول لك احنا عاوزين نجيب ليفاندوسكي لباريس سان جيرمان. ايه يا باريس مالك، هتلم اللعيبه اللي في الكوكب ولا ايه؟ لكن ده لو راح هتبقى خربت خلاص على فرق اوروبا كلها. ودي ماريا راح يوفنتوس يا برنس، صفقه تقيله جدا لليوفي. وبوبا هو كمان يروح لليوفي. ايه يا عم اليوفي مالك، الفلوس طلعت من تحت البلاطه ولا ايه؟ عمك رحيم يا برنس راح من مانشستر سيتي الى تشيلسي، عاوزك تكسر الدنيا في تشيلسي يا رحيم. وجيسوس يا برنس راح من مانشستر سيتي الى ارسنال يا برنس، وبيتهيألي هو مكسر الدنيا دلوقتي مع ارسنال.